التنمر ظاهرة يعني عدوانية ومو مرغوب فيها، وهي من أسوأ أشكال السلوك. وللأسف التنمر صار على السوشيال ميديا أوضح، والناس صارت تقدر تتنمر براحتها ورا حسابات وأسماء ما بتبين هويتهم الحقيقية. ونحكى كتير ومحاضرات كتير ومؤثرين على السوشيال ميديا حكوا عن مدى تأثير التنمر على الشخص اللي ممكن ينجرح وأحياناً يتدمر من وراء هاي القصة. خبرنا عصبية يوتيوبر من صربيا عمرها 21 سنة انتحرت بسبب تعرضها للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي. من التعليقات اللي اجت بعد هالحادثة تعليق من ناري بيقول: ما بدنا ندافع عليهم، بس يعني هاي ضريبة أي واحد بيحب يتشهر على وسائل التواصل الاجتماعي. شو بتتوقعوا مثلا؟ أغلبية الناس اللي تحولوا على السوشيال ميديا بتلاقيهم ناس ناقصين ثقة وعندهم رهاب اجتماعي، وبالتأكيد بيكونوا ضعاف قدام الانتقادات، وبهذا الشيء بيكون بشكل جدي. المغزى ما بتقدر على شيء ما تدخل فيه. أما رند فعم بتقول التنمر لا يشمل فقط المشهورين على السوشيال ميديا، بالمدارس وبالجامعات وبين الأقارب التنمر بتعرض له كتير فئات من المجتمع، مش بس المشهورين على السوشيال ميديا. أما مروة فكتبت: هلأ أكيد التنمر تصرف غير أخلاقي، بس فعلا البنت مثل القمر، شو ضل اللي ملامحه عادية؟ حاجة تهزوا ثقة العالم بالمثاليات. تعليق من إيمان بيقول: والله ماني عارفة أقول شو الشهرة والثراء، بلا تعب ولا جهد بتخلق هشاشة روح وموضوع طبيعي. هل فعلا لازم نحط اللوم على السوشيال ميديا وحب الشهرة، ولا لازم أساسا نشوف جذر المشكلة واللي هي التنمر؟